المتحف اللوفر، وهو من أنا أعتبره من أعظم المشاريع في منطقة الشرق الأوسط اللي قامت في هذه الفترة، هو أول متحف معولم أو يونيفرسال ميوزيوم اللي يتكلم عن الحضارة الإنسانية، واللي يتكلم عن كيف أن هذه الحضارة الإنسانية هي حضارة واحدة ساهمت فيها الفروع المختلفة من الثقافات والحضارات الإنسانية. وكان هذا هو ما تكلم عنه الشيخ زايد، هذا الجسر اللي يربط ما بيننا وبين العالم الخارجي، أن يكون هنالك تبادل، أن يكون هنالك انفتاح، أن يكون هنالك اعتراف بجدارة الثقافات الأخرى، وأن نعرف تلك الثقافات على ما لدينا نحن من ثقافة. بالخمسينات من القرن الماضي الشيخ زايد رحمه الله قام بزيارة إلى فرنسا، ومن بين ما زاره كان متحف اللوفر نفسه، بالإضافة إلى مناشئ أخرى، وذكر من ذلك الوقت أنه نحن نحتاج إلى مثل هذه المتاحف في دولة الإمارات. والحمد لله صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حفظهم الله بالفعل استطاعوا تجسيد هذا الحلم بأن دعموا هذا المشروع الكبير اللي تطلب مجهود ضخم في الإمارات وأيضا في فرنسا من أجل أن نستطيع أن نبلوره، أن نجسده على أرض الواقع.